المشاهدين السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المرصد الثقافي. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الدكتور الباحث خزعل الماجدي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا ومرحبا بالمرصد الثقافي وببيروت، ونحن معك حضرنا ندوة حول كتابك الصادر أخيرا عن دار مؤمنون بلا حدود. نعم. هو بعنوان علم الأديان. نعم. دائما هو آخر مؤلف يكون أكثر المؤلف مثل الأولاد، أصغر بالزبط. واحد أحبه واحد. شو بتخبرنا عن هذا الكتاب دكتور؟ الحقيقة هذا الكتاب جاء بعد ثمرة سنين طويلة من الكتابة حول موضوع لم يكتب به العرب على الإطلاق في تاريخهم الحديث. عندهم فقر بكتابة الأديان العرب عموما. ليس العرب أديان العرب، هذا كتاب أكاديمي بحثي علمي. نعم. يبحث في علم الأديان. علم الأديان للأسف كما قلت لك لم يهتم به العرب والمسلمون في هذا العصر. نعم. اهتموا بالعلم الاجتماع، علم الأنثروبولوجي، علم الإنسان، اهتموا بالاقتصاد، بالسياسة، لكن علم الأديان تحاشوه بصراحة. لسبب بسيط، لأنه اعتقدوا خطأ بأنه قد يمس بعض عقائدهم بسبب علميته، وهذا غير صحيح على الإطلاق. أنا أظن العكس هو صحيح. نعم. أن هذا الكتاب يحمي العقائد والأديان ويضعها في مكانها الصحيح باعتبارها جزءا من النتاج الروحي والفكري والثقافي للحضارات. نعم. ولهذا الحقيقة هذا الكتاب أعتبره ربما هو أفضل وأهم كتاب في تاريخي الفكري والأدبي بشكل عام. مع يعني حضرتك وأنا عم بحضر الحلقة أبحث، يعني عند 50 55 60 كتاب، وأنا 70. ففي العناوين تعبت. نعم. فعرفت أنه آخر شيء هم 70 كتاب. بالضبط. 70 كتاب، إذا بدنا كل كتاب نحكي عنه 10 دقائق حسبتها بحسبة بسيطة بدي 35 حلقة معاك حتى نسبر أغوار طبعا عملك، وهذا جهد مشكور عليه. تسلمي. لأنه شكرا. أخذ سنين من العمر والحقيقة وتفكيره. الكتابة هي بالنسبة لي بصراحة هي سبب وجودي في هذا العالم. أنا لا أعرف الحياة من غير الكتابة. الكتابة هي التي تضعني في مكان الصحيح في العالم. مهنتي الأولى والأخيرة في الحياة هي أن أكتب، وأشعر يوم بعد آخر بمسؤولية كبيرة إذا الناس والتاريخ والحقيقة. طبعاً على سيرة المسؤولية، تقول في حوار من حواراتك أنه المثقفون هم يعني غير واعين تماماً للمسؤولية اللي تقع على عاتقهم. المثقفون هم يعني ناس بمكان معين يتبعون الطائفة والفئة، عندهم بعض الضيق في نظرتهم إلى الآخر والتعاطي معه. دكتور، بناء على إيش حضرتك بنيت هذه وجهة النظر؟ الحقيقة المثقف العربي لم يكن بقدر المسؤولية خلال الفترة السابقة. نعم. لم يكن كما كان المثقف الغربي في يوم من الأيام ذلك المثقف الذي مهد لعصور التنوير وعصور التحرر وثم عصور العلم. المثقف في الغرب قدم ضحايا كثيرين من أجل الحقيقة. ووقف بوجه السلطات. السلطة السياسية والسلطة الدينية من أجل الحرية. من أجل حرية العقل. للأسف الشديد أغلب المثقفين العرب يمالئون أو يعني هم مع السلطة، يهادنون السلطة. بالضبط. وأحيانا يذهبون إلى ضيق أدق أو أصغر، وهو الطائفة أو الدين أو الأيديولوجيا السياسية التي ينتمون لها. هناك مثقفون عرب ولكنهم قلة الحقيقة، وخصوصا على صعيد الإنتاج الفكري وغيره استطاعوا أن يقدموا لنا شيء، ولكن حجم هذا الشيء لا يتناسب أبدا مع ما يجب أن المطلوب يكون المطلوب منهم في الوقت الحالي. يعني نعم بالضبط. دكتور خزعل، حضرتك كتبت كثير عن الأسطورة. نعم. وقلت في مكان يعني في أيضا حوار أنه الأسطورة لم تفهم إلى الآن ولم يكتب عنها بالشكل الكافي. نعم. أنه تفسير الأسطورة بمناهجنا أو بلغتنا العربية لم يأتي بجديد أو بفتح مبين. نعم. كما كتب الغرب عن الأسطورة. نعم. حضرتك لما كتبت عن الأسطورة كتبتها من الرؤية الغربية ولا من رؤية الباحث العراقي؟ لا، شوف، أيضا هناك علم اسمه علم الأسطورة. نعم. أو علم الأساطير. وهو الميثولوجي. نعم. الميثولوجي هو علم متخصص في فحص الأسطورة وتعريفها وتحليلها وتناولها. فأنا اشتغلت وفق آليات
الميثولوجي، علم الأساطير، وسأكتب كتاب شبيه بهذا الكتاب اسمه علم الأساطير الميثولوجي، لأن يبدو لي أن الناس فعلا بحاجة لفهم الأسطورة. نحن نستخدم الأسطورة في غير مكانها، أحيانا تشعرنا بالخرافة، بالشيء الغيبي، بالشيء الذي لا وجود له ولا حقيقة. هذا شيء خاطئ 100%. يعني أنت من وجهة نظرك أن الأسطورة ليست خيال؟ لا، كما يتوهمها الآخر. لا أبدا. أنه إذا جينا كل ما نحكي عن التاريخ، عندما يقولون أن التاريخ، بعض التاريخ يفسر من منظور الأسطورة. نعم. مثل ما نعرف بالتاريخ السومري والتاريخ الإغريقي والتاريخ الأشوري، ولكن أنه كمان جت وجهة نظر أخرى بتقول أنه لا، الأسطورة حقيقية، فصار في صراع بين الوهم والحقيقة. لا، هذا كل هذا غير صحيح على الإطلاق. الأسطورة هي نص مقدس بالنسبة لأهلها، الأساطير هي نصوص مقدسة، هي كتب مقدسة حقيقة. نعم. يعني يشبه كتبنا المقدسة الحالية في ذلك الزمان. فكيف نتجرأ نحن ونطلق عليها بأنها خرافات؟ هي كانت تجمع بين تشوق الإنسان لعوالم أفضل وتفسر الحياة بطريقتها على أنها نوع من العلم في ذلك الوقت. أما ما تفضلت به أن التاريخ السومري أو الإغريقي يفسر بالأساطير، هذا غير صحيح على الإطلاق. لماذا؟ لأن التاريخ السومري وتاريخ أنا لا أتبنى وجهة النظر، أنا فقط أنقل لك يعني. نعم، التاريخ السومري يمكن بدون مبالغة، السومريين والتاريخ السومري والتاريخ الإغريقي أو مجمل التاريخ القديم هو تاريخ كثير الدقة، لسبب بسيط، لأنه نقل عن الرقم الطينية التي لم تمس ولم تشوه، وذلك أيضا نقل عن النصوص التي لم تمس ولم تشوه، فنحن أمام تاريخ حقيقي. لكن عندما نلمح شخصية مثل شخصية جلجامش، نعرف أنه الملك السادس أو الخامس عفوا لأوروك، وهو شخص حقيقي وليس شخص أسطوري. لكن خليني بشوية أكمل لك إذا تسمحين. تفضل. هذه الشخصية أخذت أبعاد أسطورية عندما دخلت في الملحمة، وليس عندما نستلم أخباره كملك. عندما نستلم أخباره كملك نجد بأنه موثقة. أحد بناة أوروك. نعم. له ابن ورثه الحكم، جاء من أب محدد، لكن عندما تناولنا حياته بطريقة الملحمة، يعني مثل ما عندنا ملحمة زير سالم عنترة، تضاف لها الكثير من التوابل وللتشويق باعتبارها رواية وقصة. فالأسطورة ليست أسطورة، هذه طبعا هذه ملحمة. فالحقيقة هذه لا نعم تعكس بعض أوضاع الروح والفكر في زمن السومريين، ولكنها لا تعتبر وثيقة تاريخية 100%. بدنا نحكي شوية دكتور عن كتابك بخور الآلهة. أنا هيك العنوان أول ما قرأته فكرته شعر. لكن عندما تعمقت في معرفة الكتاب وجدت أنه يحكي عن السحر وعن الطب وعن أيضا الأسطورة والدين. نعم، علاقتهم مع بعض. علاقتهم هون حضرتك جبت أربع مفاهيم أو أربع علوم أو أربع شيء ما يقرب الشيء. نعم. يعني الشوع السحر. نعم. إنه السحر والدين. نعم. الأسطورة والطب، يعني كيف جمعت؟ لا، هو الحقيقة الثلاثة الثلاثة من هؤلاء مرتبطين جدا ببعض. يعني الأسطورة والعفو السحر والأسطورة والدين، هذول مربوطين ببعض، وسأشرح لك كيف. فضل. الطب ربما شيء آخر، فأنا كان قصدي أن أوضح بأن الطب كان يمارس حالة علمية. الطب ولكن في الزمن الماضي لم تكن حالة علمية 100%، كانت مربوطة الطب بالسحر وبالأسطورة وبالدين. فأنا حبيت أن أوضح ما هي علاقة الربط بين هذا الطب وتلك الأمور ذات الطابع الخاص. الآن أتي لك على السحر. السحر ليس بعيدا عن الدين. السحر في منظور الكثير من العلماء هو أول مراحل الدين، باعتباره ممارسة طقسية خارقية. أما بس السحر يعني من عمل الإنسان والدين إلوهي. السحر كان في يوم من الأيام إلوهي أيضا بطريقة، لأنه كان يعتقد بوجود قوة فائقة غيبية خارقة. نعم، خارقة، وهو يتصل بها ويحاول أن يغير الأشياء من خلالها. إذن هو حسب ما يقول فريزر، وهو أحد أكبر منظري السحر، يقول السحر هو أول مراحل الدين، وأنا أتفق معه 100% في هذا. ثم مكان ما نقول
قوى الطبيعة الخارقة أصبحنا نقول عنها آلهة، فبدأت تنشأ الميثولوجيا، وهذه الميثولوجيا أصبح لها قصص، القصص من أجل توضيح دورها الحقيقة. نعم. دور الآلهة في الخلق، في الموت، في الحياة إلى آخره. ثم تكاملت منظومة الدين التي تتكون كما يعني تحدثت البارحة عن هذا الموضوع. نعم. تتكون من مكونات رئيسية ومكونات ثانوية. دعيني أقول لك ما هي المكونات الرئيسية حتى نعرف. فضل. هي المعتقد والأسطورة والطقس والأخرويات، نحن نقول عليها يعني الموت وما بعده. الأسطورة إذن دخلت في أحشاء وفي داخل الدين وشكلت جزءا كبيرا منه. إذن هذه الأشياء الثلاثة، السحر والأسطورة والدين، هي منظومة مترابطة. الطب يتصل بها عن هذا الطريق. الطب يحاول أن يشفي عن طريق القوى الخارقة، كما كان يعمل الشامان، وكما كان يعمل الرجل الخارق عندما يمس شخصا من يده يشفيه إلى آخره. الدين كان يعطي نوع من التوازن سايكولوجي للإنسان. الدين، الميثولوجيا كانت تعطيه نوع من السلوى، الآلهة كانت تسيطر على الشفاء وعلى الأمراض، تعطي نوع من الأريحية كانت الآلهة. الآلهة كانت يعني عندما يتوسل إلهة الطب على سبيل المثال جولا، إلهة الطب عند البابليين، فإنه كان يستشفعها، يعني يجعلها شفيعة له عند الآلهة لكي تشفيه. إذن هذه المنظومة لعبت دورا في الآن الطب أصبح 100% عمليا، 100% لأنه أصبح كلينيك وسريري يعني. أما أيام زمان لم يكن هكذا، كان الإنسان يستحضر قوى طبيعية وغير طبيعية، يعني كان يستخدم الأعشاب وكان يستخدم السحر والدين أحيانا بالضبط. أيضا والرقية والأشياء بالضبط. هذه بالضبط كانت كلها تتضافر من أجل شفاء الإنسان. طيب بدي أسألك دكتور، أنت بتبحث بكتب كتير هامة وأيضا مش سهلة. نعم. في بالنهاية يكون قارئك قارئ مش عادي بسيط. نعم. يعني اللي بده يقرأ يمكن علم الأديان، أنا امبارح وأنا عم بقرأ فيه وجدت أنه رغم أن أول ما شفت الكتاب صعوبة الموضوع، لكن حضرتك سارد الكاتب الأشياء بطريقة سلسة. نعم. بلغة فيها كمان أدب. نعم. فيبدو أنه أنت لم تفصل في كتاباتك التحليلية والنقدية والبحثية عن الشعر. نعم، أنا الحقيقة أستخدم اللغة الأدبية باعتبارها لغة نقية وجيدة في الكتابة البحثية، ولكن أنا حذر جدا من أن أدخل خيالي الشعري أو الأدبي في البحث العلمي. البحث العلمي لا يمكن أن يقبل هذا، وأنا لا أريد أن أبدو مهلهلا داخل منطقة البحث العلمي، ولذلك أكتب بلغة صارمة وحادة ولكنها طرية. قريبة حسيتها يعني. وطرية، يعني لغة مرنة فيها تعبير يخدم الفكرة. وأنا عم شوف العنوان قلت لازم قارئك يكون نخبوي، لكن لما قرأت وجدت أنه اللغة قريبة. أنا حقيقة من خلال زمن طويل أنشر هذه الكتب لم أجد أن كتبي يعني نخبوية، بالعكس أنا كثير من الناس يعني المتوسطي الثقافة وقراء بشكل عام يحبون هذه الكتب ويبحثون عنها، يراسلوني دائما ويريدون المزيد والجديد. هي ترضي بصراحة الاثنين معا، ترضي النخبة باعتبارها مادة علمية أكاديمية يعني ممحصة. نعم. وترضي أيضا عم باعتبارها كما تفضلتي قابلة للقراءة وسهلة، وأنا من عادتي لا أخلط الأشياء، دائما أفصلها حتى أوضحها للقارئ. جميل. طبعا أنا بعرف أنه غير كتابة التاريخ القديم وتحليل التاريخ القديم والأسطورة وغيرها، أيضا في شخصية الدكتور خزعل الماجدي، هناك الشاعر. نعم. هناك الروائي الذي إلى الآن يمكن ما بعرف إذا طلعت رواية ولا لا. لا اشتغلت مسرح وأيضا المسرحي. نعم. وعندك مؤلفات هامة في المسرح، سأناقش معك حال المسرح العراقي. نعم. لكن بعد الفاصل. طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير أعود إليكم. أعزائي المشاهدين أرحب بكم مجددا. دكتور خزعل، عن المسرح العراقي، نحن هلأ ب 2016 لا مسرح في العراق. عادة يعني البلدان أو صيرورة الحياة بتقول أنه مثلا إذا عندك
كلية الطب مثلا تظل تطورها حتى لما تصل ب 2016 تكون صارت التوب. كيف عندك مسرح يعني ارتبط اسم مسرح العراق مثلا بيوسف العاني اللي هو بالنسبة للمسرح العراقي، يعني أنا كنت أسمع بمقابلات كثيرة يقولون هذا شكسبير تبع مسرح العراق. نعم. ووصل المسرح العراقي في فترة من الفترات إلى يعني مسرح مهم معروف، مسرحيات تحصد جوائز. الآن ما في مسرح عراقي ب 2016، طب كيف؟ لا ببلد أنا لا حضرتك كاتب يعني 36 مسرحية، 36 مسرحية وبالإضافة إلى كتب كثيرة عن تاريخ هذا البلد القديم اللي كل خطوة فيه أو كل متر فيه فيها إبداع. نعم هذا صحيح، أنا لا أنفي يعني لا يجوز أن نقطع بهذه الطريقة ونقول أنه لا يوجد مسرح عراقي، بالعكس هناك مسرح عراقي. نعم. وهذا المسرح العراقي موجود، ولكن للأسف الشديد هناك ظرف اجتماعي وسياسي أصبح عسيرا بحيث لا تمشي الأمور بمرونة وليونة حتى تظهر كل الأعمال المسرحية. هذه هي المشكلة الحقيقة، وأنا على صلة مع مسرحيين عراقيين إلى هذه الأيام يعني حتى وأنا في قبل ما أجي إلى بيروت يعني هناك مسرحيات ممتازة. العام الماضي أنا شاهدت مسرحية عراقية في الأردن حازت على إعجاب مذهل، وهي كانت أفضل مسرحية في المهرجان بأكمله. هناك مسرح عراقي، والمسرح العراقي هو وريث تقاليد ممتازة ورصينة بدأت يعني منذ مطلع القرن الماضي. نعم. واستمرت الحقيقة ووصلت إلى ذروتها في السبعينات والثمانينات وحتى إلى حد ما بعض التسعينات، لكن يجب ألا ننسى أن العراق مر بظروف منذ عام 1979 عندما استلم صدام حسين السلطة. نعم. وإلى يومنا هذا انحدرت الأمور سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لدرجة مرعبة. دخلنا حربين ضخمة يعني ضخام يعني طبعاً. دخلنا حصار، ثم دخلنا على الاحتلال الأمريكي، بعد الاحتلال الأمريكي جاءت حكومات فاسدة دمرت البلد، وهناك مجتمع أصبح للأسف الشديد مفكك، وأصبح هذا المجتمع على غير طبيعته كما كنا نعهد، لأنه أطلقت له حرية أن يقول ما في أعماقه كصرخة وليس كرصانة اجتماعية وائتلاف اجتماعي. هذا الحقيقة أربك ليس فقط المسرح، أربك الثقافة العراقية بأكملها ورصيد الثقافة العراقية من مثقفيها الموجودين خارج البلد أكثر. نعم. بكثير من الموجودين في الداخل. إني على السيرة اللي صار بالعراق، حضرتك عدت إلى العراق في عام 2003، من ثم قلت لن أكرر. نعم. التجربة وأعود إلى العراق مرة أخرى. نعم، لأنه أنا حقيقة يعني صادفت أكثر من مشكلة هناك، منها خطف ابني، خطف. نعم. ولدي. نعم. واضطريت الحقيقة لأن أحمي بقية عائلتي وأخرج، ويعني وفرت لنفسي فرص للكتابة والنشر كانت جيدة إلى حد كبير جدا. ومع هذا أنا أنظر للعراق لنظرة الإبن والتفاعل والإيجاب، وأقول يعني يجب أن نتكاتف جميعا لإنقاذ هذا البلد. وأنا أعول الحقيقة على المثقفين والكتاب الموجودين خارج وداخل العراق لأن ينهضوا. أنا من جانبي لم أقصر، بذلت كل حياتي لإعطاء الصورة المشرقة لهذا البلد، لماضيه على الأقل، لكن حاد ربما أكون. تقول أنا سأواصل وفائي للعراق، سأواصل. نعم. عملي اتجاه بلدي ولكن من المغترب يعني, بالضبط من يعني أنا الآن لا نستطيع أن نقول منفى الآن، قبل كان منفى الآن هو اغتراب ولا الآن أيضا تعتبر أنك في منفى؟ لا خلاص أنا الآن لم يبقى في العمر الكثير يعني بصراحة أنا الآن ما شاء الله لسه شباب دكتور الله يسلمك شكرا، ولكن أنا فعلا أشتغل بحيوية وجدية كاملة الآن لإكمال بقية مشاريعي. أنا أشتغل الآن بموسوعة ضخمة جدا اسمها تاريخ الحضارات. نعم. هذه مكونة من 32 كتاب، 32 مجلد. لا يستطيع عليها يعني الكثير مؤسسات كاملة، لكني تبنيت المشروع وبدأت به وطلع لي الآن 5 كتب والبقية تأتي. أنا الآن أخرجت علم الأديان. نعم. أنا أصلا أخرجت ما يسمى بكتب تاريخ الأديان اللي مؤلفة من 10 كتب.
ثم ظهر علم الأديان. يعني أقصد أن الخطوط الرئيسية التي أشتغل بها كلها ماشية بشكل ممتاز ومنظم. بالإضافة للإنتاج الشعري، الإنتاج المسرحي. كتابك مع عملك الشعري أحاول أتذكر العنوان. هو قرأت عن هذا العمل أنه أحدث فتحا جديدا في تطور حركة الشعر الحديث في العراق. نعم. إلى أي مدى أنت مع جدية هذه المقولة دكتور خزعل؟ الحقيقة أنا أترك رأيي للآخرين، أنا لا أستطيع أن يعني أمجد عملي، هذا صعب جدا، هذا ليس من شأني وهو يعني لا أقبله لنفسي. نعم. لكني أتذكر، والآن هو الكتاب موجود ويستطيع القارئ العربي أن يقرأ، أني كتبت يعني ما يشبه صرخة الذات أمام الحروب والدمار والخراب، بأن أتوغل في الأعماق، وهذه الأعماق وجدتها خصبة عندما أذهب إلى أركيولوجيا الأعماق اللي هي فيها الأركيتايبز، النماذج البدئية التي تمثل حضارات بالدرجة الأساس حضارات وادي الرافدين، ثم حولها حضارات البشرية بأكملها. ذهبت إلى هناك وحاولت أن أنبش على طريقة الحفريين مع الأرض، أن أنبش تلك الأعماق في داخلي التي استخرجت منها الكثير، وبدأت يعني أؤلف من هذه القصة، قصة حفر الأعماق، وأؤلف منها شيئا جديدا. هذا كان نسبيا حديث على الشعر إلى حد ما. بالإضافة لهذا، أنا أول مرة أستخدم آليات الغنوصية إذا صح التعبير. نعم. في التعميق يعني في الحفر، وهذا ما كان مألوف، يعني الشعر الغنوصي غير موجود بالشكل الذي كنت يعني أتمناه، لكن حاولت جهد الإمكان أن أضع مدونة غنوصية ضخمة جدا بحدود 800 صفحة هذا. نعم. الكتاب يقال أنه الخيال الأسطوري يعني ناشط كثير في شعرك. جدا تماما، أنا الأساطير تشكل لي يعني قبلك السياب نهج أعتقد فترة من حياته اشتغل على الأسطورة اليونانية في شعره، عنده كذا قصيدة أو مرحلة مهمة. هذا صحيح جدا، شغل على الأسطورة هذا صحيح جدا، لكن المشكلة السياب أنه أعاد نظم الأساطير. نعم. وهذا خطأ بالنسبة لي، يعني هو عمل كولاج أكثر مما أنا استخدمت الأسطورة باعتبارها شحنة من الداخل بدون مسميات، بدون. أنت ترين الأسطورة موجودة في الحياة اليومية. نعم. تريها في الحب، في الجمال، يعني موجودة ضمنا. ليس لا أتغنى أنا بديموزي وعشتار، هذا مستبعد في شعري. أنا أحول الأسطورة إلى مادة غبارية إذا صح التعبير، وأضخها في داخل النص، يعني لا ترينها أنت على الإطلاق، يعني هي. نعم. هي موجودة في التضاعيف بصراحة. طب بدي أسألك، إيه وين تشوف خزعل الماجدي مع حفظ الألقاب أكثر بالباحث في تاريخ الأديان؟ نعم. والكتابة عنها وإعادة صياغتها وتقريب وجهات النظر فيها، وإلا الشاعر؟ أنا أولا شاعر. حلو. أولا ثم تأتي الأشياء الأخرى. طيب ما زال أنت شاعر، احكي لي عن علاقتك بالمرأة. علاقتي عفوا بالمرأة. المرأة هي مركز شعري، هي المنطقة المقدسة في شعري. نعم. يعني هي الحرارة الحقيقية، لأن أنا الحقيقة أعتقد أن الإيروتيك هو الشحنة العميقة جدا في الشعر، التي لا تتضمن فقط علاقة الإنسان مع أو الرجل مع المرأة، إنما هي هذا مفهوم الحب بمعناه العميق جدا، بمعناه يعني الصوفي والروحي والجمالي أكثر مما هو الغزل بأمرأة أو هذا. لا حقيقة لا أميل له، لأنه يخرج عن الغرض الذي كتبت من أجله سنين طويلة الحقيقة وأنا أكتب في هذا المجال. جميل. دكتور ماجدي، أنت الآن تقيم خارج العراق. نعم. لو حاولنا أنا وأنت نطل من الخارج على المشهد الثقافي في العراق الآن. نعم. ماذا تقول؟ أنا بصراحة أقول لك، أرى أن هناك مواهب كثيرة جدا وممتازة جدا على الصعيد الفردي. يعني هناك مواهب شعرية ممتازة، هناك عقول
نقدية وبحثية وفكرية ممتازة جدا، بس ولكن مع الأسف الشديد نرجع كما لو أننا رجعنا إلى بداية الخمسينات، هذه كلها للأسف الشديد مفردة، يعني ليس هناك سيستم ثقافي يضمها ويحاول أن يعطيها يعني بعدا إنتاجيا منظما ودقيقا، حتى ولو كان على، وأنا أميل لهذا من باب القطاع الخاص، يعني أنا أخرج دائما، أحب لا أحب أن تكون الثقافة مع ضمن أجهزة الدولة أبدا. الحكومات لا تنتج ثقافة دكتور بالعموم، يعني ما بدنا نعمم عفوا، يعني ما فينا نقول أكيد أنه كل الحكومات لا تنتج ثقافة، لكن دائما الحكومات ثقافتها بتشبهها الحكومات لا تنتج ثقافة. نعم. آخر شيء في بالها هو الثقافة وتستخدمها استخدام إعلامي. الثقافة يجب أن تنشئ داخل مؤسسات اجتماعية حرة، هذا هو الأساس. أيوة. نحن تعودنا إذا تسمح لي على مدى الحكومات الوطنية بين قوسين ما يسمى بالحكومات الوطنية، تعودنا أن الدولة هي التي ترعى الثقافة، وهذا خطأ كبير. نعم. بالمناسبة يجب أن تنشأ مؤسسات ثقافية حرة اجتماع من المجتمع نفسه، المثقفون يجب أن يبنوا مؤسساتهم بدعم من اجتماعي، ولهذا أنا أميل إلى، للأسف كما قلت لك، مواهب عراقية مذهلة في كل مكان، لكن لا يجب متراجعة حسستم. إلى الخلف. نعم. بالضبط. أنا شخصيا من زمن بعيد أدركت هذه الحقيقة وفصلت نفسي كليا عن المؤسسة الحكومية وذهبت لأنتج لوحدي. نعم. أنت تعيش في هولندا. نعم. قديش بتحس أنه تجربتك، يعني لو عملنا مقارنة بين تجربتك مع الوطن أو العرب وتجربتك مع الغرب بمقاربة بسيطة دكتور؟ الحقيقة كل ما بالأمر أن الآن يعني أمتلك الوقت الجيد. أيوة. وأمتلك الأمان. نعم. والراحة النسبية، وأستطيع أن أخذ مصادري وكتبي وتواصلي الثقافي في الغرب بطريقة أسهل. أسهل. قلت لي أنه بأمان. عظيم الأمة المتنبي، يعني صاحب المقولة الشهيرة، على قلق كأن الريحة تحتي. قديش بتحس القلق بيكتب؟ في ناس كثيرة تقول أنه القلق والخوف والرعب من السلطة ينتج أدب، بيخلي الباحث يكتب أكثر مما يكون مرتاح، يعني لا أنا مثل أظن. يعني هولندا زهور وحدائق وأمان. نعم. لا أنا أعتقد أن القلق يجب أن يكون قلق داخلي إبداعي، وليس قلق الخوف من الخارج، السلطة وإلى آخره والملاحق، لأن الكاتب ليس فقط مخلوق لأن يكون ضد السلطة يعني أو ضد. نعم. الحكومة بهالمعنى هذا. الكاتب أيضا أعماق غائرة في, 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 في البعد، وله مشاعر، ويجب أن يجسد هذا الحقيقة. نعم. أولا نعم يجب أن يكون مسؤولا تجاه شعبه تجاه وطنه، وهذا أكيد، لكن هو أيضا يجب أن لا يخسر نفسه، لا يخسر موهبته وفرادته. صحيح. الداخلية يجب أن تبقى مشعة وقوية، ويجب أن يعتني بها، يجب أن يرعاها ويوفر لها الماء والتربة الخصبة حتى يكون قادر على الإنتاج. بالضبط. قلت لي ونحن بمتن الحلقة أنه الآن تعمل على موسوعة. نعم. ضخمة، هل هي آخر مشاريعك دكتور، ولا عندك مازال أفكار تحاول أن يعني تطبقها أو تنجزها؟ لا الحقيقة هو هذا مشروع العمر بصراحة. نعم. أقول لك هذا بدأ من سنة 2013 على 14 عمليا بدأنا أول ظهور أول الكتب، وهو مستمر، ربما يستمر لعشر سنين قادمة، لأنه عمل ليس بالسهل، 32 كتاب عن تاريخ الحضارة، عمل ليس بالبسيط يعني، لكني دخلت في هذا الحقل كما دخلت في يوم من الأيام إلى تاريخ الأديان. نعم. وأنتجت حوالي 10 كتب وأنا متواصل معها، يعني مع هذا اللاين الآخر. إن شاء الله دائما دكتور بتظل بنفس الهمة، بنفس الصحة ونفس الإقبال على الحياة. طبعا أنا بختام حلقتي معك وشرفنا على النهاية، أتمنى هيك قبل ما تنجز مشروعك القادم اللي هو هذه الموسوعة اللي مؤلفة من ستة، هو ظهر منها خمس كتب، خمس كتب وباقي 30. يعني معك العدد بيكثر. قبل ما سبعة. يصير الكتاب السادس تكون مطمئن أكثر، والله سبحانه وتعالى يقر عينك بعودة نجلك زميلنا. شكرا. مروان. شكرا. وأنا يعني ما حبيت أفتح هذا الجرح وأنكأه. نعم. في الحلقة، لكن نحن متعاطفين معك دكتور. أنا واثق. كباحث، ككاتب، كشاعر، ومتعاطفين مع زميلنا إن شاء الله يا ربي. تسلمي. شكرا بالسلامة. جزيلا. حقيقة أنا وين ما أذهب ما ألمس إلا هذا الشعور الطيب من الناس،
وأشعر بمحبة الناس، وأصبحت بصراحة هي غذائي الأساسي والذي يجعلني بشكل دائم أستمر وأكتب. إن شاء الله مستمر ودم دائما بخير. أهلا وسهلا دكتور، هلا بك. شكرا. أعزائي المشاهدين، يتجدد لقائي معكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. Thank you.